هذه هي النسخة السعودية الجداوية من التنافسية العالمية ستارت أب ويكند، والمتخصصة بالبحث عن مشاريع تقنية وعباقرة حول العالم. بينما باتت جدة تضع نكهتها الحجازية على المشاريع وأجواء التنافس، ما يفعله المحيطون بهذه الطاولات لا يقل طحنا عن حرب تستمر 54 ساعة وتنتهي إلى فائز واحد. كان في تواجد ايضا من رجال الاعمال المستثمرين او اللي يسمون انجل انفسترز، كان عندهم اهتمام بمعرفه هذه الافكار والمشاريع اللي تم تطويرها خلال نهايه الاسبوع. ومثل ما لاحظت يعني حتى بعضهم من لجنه التحكيم كان مركز انه يسال اسئله كيف اليه الدخل لهذه المشاريع. اصبحت لجده ستارت اب ويك اند نسختها الخاصه كواحده من اصل 100 مدينه تتوزع بين 25 دوله. المشروع الفائز بالجائزة الأولى ولدت فكرته في شرق السعودية وتم تطبيقه في غربها، والنتيجة كانت حلولاً مساندة لتذليل صعوبات تعترض طريق كل عروس وعريس وتحمل اسم مشروع زفاف. زفاف إن شاء الله حيكون حالياً لوكالي في السعودية، حيكون عندنا موفرين جميع الابليكيشنز لجميع الهواتف الذكية، وحيكون لنا ويب سايت إن شاء الله. بعد ما ننجح في السعودية حنحاول أن ننتشر في محيط الخليج، وإن شاء الله نحرز نجاح أكبر. يندرج ستارت أب ويك إند عالمياً تحت عباءة العملاق جوجل، وجداوياً تحت مسمى مجموعة مطوري جوجل في جدة. بينما إجراءات التنافس والتحكيم خاضعة للمقاييس العالمية ذاتها، ونتائجها قد تكون بابا إلى مستقبل واسع يتحقق للمشاركين والفائزين. عندنا أفكار رائعة على مستوى الشباب، اللي ينقصنا هو العمل الجماعي، هو التجمعات الشبابية هذه، توحد أكثر من شخص على فكرة معينة يقدرون ينفذونها. العمل الفردي هو اللي يقتل الكثير من المشاريع والأفكار الشركات اللي تقتل في مهدها، لأن ما في أحد دعم هذا المبادرة والريادي أنه يطلع ويبدأ. وخلال السنوات القليلة الماضية كانت السعودية تسجل أرقاما لافتة لمصلحة التفاعل المباشر مع الشبكة العنكبوتية، خاصة في مجالات الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وقنوات الوسائط المرئية. لذلك فإن استثمار العقول السعودية يحقق حيازة برامج خادمة للمجتمع السعودي. من جدة، حسن الطالعي، العربية.